السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة مع الأساطير الثلاث قصي وجنرال ومحمد غيث. ما راح أحكي لكم عن الفيديو وأحرق لكم إياه، مشاهدة ممتعة لأنه كان فيه جدا عياط وتعرفوا بس ترى إحنا الأربعة بنصير عياط للسنة. المهم مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو. طبعا في أنا حطيت هلا صرت أحط الفيس كام بزاوية الشاشة، أعطوني رأيكم فيها كويسة. أعدل الإنارة، أنا شفت الإنارة فيها شوي ضعيفة ودقة الصورة ما كتير كويسة، بس بينكم دائما تطلب مني إنه أحط الفيس كام والفيس كام، فحبيت أحطها هي وتشوفوا اذا عجبتكم نضل نستمع هذا الموضوع ولا اكنسل على الفكره واشيل الفيس كام من الفيديو. طبعا خلال الفتره هي رح اخفف الفيديوهات، رح اصير انزل يوم اي يوم لفيديو حتى يكون عند سنه كنتوا تدرسوا ويصلكم يعني ترتاحوا شوي، واعمل لكم فيديوهات احاول اركزها تكون يوم العطل او بالمسويات من الساعه 9 ورا، يعني كنتوا فاضيين وخلصتوا دراسه ممكن تبركوا تتفرجوا عليها اذا حبيتوا في طاقتكم. واخيرا اهم شيء ما تنسى تحط اللايك والاشتراك وتجمع تكتب تعليق مثل حكايتك ظريف وتدعي لاصدقائك يشوفوا الفيديوهات وتشاركوا عليهم. طبعا اذا تحب كمان تنضم على الديسكورد تحكي معي ايش ما بدك فيه، مثلا بدك شكل متواصل بشكل مباشر بتضيفني على الديسكورد، وطبعا لا تنسوا البث المباشر على الفيسبوك. وهلا مشاهدين ممتعه لنهايه الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسيت الفيس كام، اهم شيء اعطونا رايكم بالفيس كام. يا محمد في ناس في بقى فوق جسم نزل 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 اكل فول دامج. يا الله يا الله انت تحمل تعرف اللعبة يا ما كنت مش عزة ما شاء الله عجبتوا هذا لازم جبتوش هذا لك ما هجمنا حدا ما هجمنا حدا هذولنا دولنا دولنا قدامنا قدامنا خبط خبط راسك لا تضرب يا ورا خلص تعال لو 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 حلقة دورة حلقة دورة حضرت حلقة دورة 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 هذا بقى أين البحر؟ الله أنا خليط فيه ما شاء الله ما هيك؟ مدرس نسيت كمان نعم نحن نتابع أول بأول يا صديقي إيه الآن ما بش هضرب ليش؟ لا صوت عجبتني حركة إيش الحركة هذه؟ وين تعلمتها؟ لا نعم نعم الهجوم لا كنسل كنسل مضغوطين اسمع رد علي مضغوطين الحين مشكتين تعال نهجم عليهم من ورا نقدر فيهم من غدر من ورا في تيم ثاني مأشر عليكم يا اخوان اعطيتك كمان هيك كم كم اروك معك ويست دخل فايت لحاله ويست روكت روكت خلي خلي لا 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 ويست دخل فايت حاول حاول مكتوب قلت لكم تعال 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 جبت 22 بده يموت اتركوا اتركوا تعال تعال خليه خليه راح انا اموت يا اطفال نحن اطفال يلا شوف في واحد من فوق يا شباب شبعته ضرب في تيم ثالث في تيم ثالث تعال تعال في تيم ثالث دخل علينا من ورا يا معلم يا حسين انت وين رحت؟ نحن اطفال السعاده هيا بنا فخ 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 بعد بعد فخ بس ترى شو شو لعين 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 والله لخبطته اقتله 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 لك ليه ما خليتني اكمل القلب يا زلمه يا الله خلي كم حالي كملت ولا ابقى اسمع اسمع هديله هديله ابعد ابعد اعطيك انا واحده كم مره الحين ترك ما في يعني ايش دمك مية ايش صار دمك مية من عينك شو نسلوني هذا سنايبر يا الله شلون نزلني ابن اللذينه؟ لك طاير فوق ونزلت، شلون نزلني؟ وين ما حد عنده متكت او شيء؟ اجوك 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 شايفهم شايفهم راح اهاجم عليهم هذا 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 هاجم عليه من ورا بانه شريكه ملتهي صعدهم صعدهم يلا ايه لعب جوا صاصا شنو بالفاشل تبعك
ذبحهم قدام. واشوت 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 واشوت. مات مات مات. على فكرة السيف ما بيحك من ار بي جي. بعرف انكم بتعرفوا بس اني ما بيعرف يعرف. ما بيحك من ار بي جي. اللي اكلت احنا شي فيه قصف ار بي جي. اذا ضرب جنبك الار بي جي شالك. بس اشوف ايش في جنبك على الطرف الثاني. لا ما اقول لا ما يسعد جمالها هلا ما لونها بمبا والله جاجبني لونها. فيبك شيلت فيبك شيلت شغله جديده هي سيزمه جديده 10 فيها. اخوكم زر صار لي ساعه رجعت لنا بنص الزر. تعال تعال حسين حسين في هون واحد مقابيلي. حسين في واحد مقابيلي عند البيت. حسين يلعن ابوه. لحظه 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 بدي يلعن ابوه دمه ابيض يا شباب. ادفع 5 دنانير تفضل. دمو ابيض حسين يا شباب. رصاص السلطه الله يوفقكم الله يخليكم الله الله يجوزكم يعني. واحد فكيت شيء اثنين فكيت شيء اثنين. انا في ناس هون في ناس هون في ناس هون اثنين فكيت شيء اثنين. انا هو بعرف هون في اثنين تعال قتلهم بالاول. يا 150 بعد 1000 تعال يا جماعه هذول نوز يموت في ثلاثه. في اثنين ثلاثة عندي يا خيو ثلاثة عندي انا. ما شط ما فيش دور شيء دور يا حول الله. ادفع 5 يا الله كهر والله كهر. عندي عندي قصي 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 هي ما اعرفك راح تموت. بارك الله فيك. عندي عشر. ادفع 5 دنانير. ابي تاخذ ايش من دول شفت حمود حمود. فكرت ايش الشيء ده يا خيو. انا رايح اضرب واحد ضربني واحد ثاني. ابي 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 نوك 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 اشد قال يا لا لا عندي 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 وان شوت عندي يا الله خش عندي في البناء وان شوت وان شوت واحد نط هي ايش بن هي وان شوت وان شوت وينه؟ اوعى صاحب 150 بن يا الله وان شوت وان شوت قصي وراك قصي 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 يا الله جابي من ظهري غدرني. ايه امينه امينه خالد امينه. هذول بنات يا شباب والله اذا قتلوكم ما عندي ناس. هاي هاي امينه هاي امينه اسمها امينه حسين. ايش معك مان؟ تاخذ 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 خذ خذ خذ. عندي ضليت اثنين على اثنين ولا اربعه على اربعه اثنين. الله معركة يا ابني. وراك 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 وراك. لا غبي والله غبي ابحث. الله معركة يا البنت يا زلمة. ايش هو نزل زين زين تحت. غير هاي امينة كانت فوق بس والباقي كله تحت يا اخوان. انا مش نقل اثنين وين واحد. نزلوا تحت تحت بالبوش. انا شفتهم نزلوا بالبوش. نزل حسين محل ما كنت انت نازل على البوش هنا تحت. اي متكت اي متكت اي متكت 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 وراك حسين متكت تبع ثلاث في ثلاث. هذول قدامك قدامك انك قدامك شفتها 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 شفتها. اباك ما اباك ما اباك ما اباك ما بجي بجي اخذها اخذها. ثاني ثاني على يمينه. فنش فنش فنش. حلو ضغر واحد ضغر واحد. هذا له له اللي فوق له له عليه 30 عشان شو اسمه انا طايق حركات سوى حركات. نزل لا يا حرام قلت انا هيلو حسين محمد صاي فوقها فاضية. شو انا هذاك كذا سويت نوك هذاك وصاي سوى نوك كمان يعني دمجوا 30 سنة. اوه فجعة الله حط مثلث بالغلط. لا والله مو بالغلط. لا هو حط هذا ضرب القذيفه ما له منتبه عليها.
يلا ادري يلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.